ماذا تريد أن تقول عن مستقبل الاقتصاد السعودي؟ أنا أعتقد نحن نسير بشكل جيد. الاقتصاد السعودي أنا أقولها بشكل صريح، أزمة كورونا هي واحدة من التحديات التي أسقطت العالم، أسقطته في الوحل الصحي التعليمي. المملكة تجاوزت هذه الأزمة بكل اقتدار، وأنا أعتقد بأن لدينا، أقول لهم، الرؤى تحتاج إلى أزمات لتختبر مدى صلابتها. إحنا اختبرنا وتجاوزنا. أمر آخر، اليوم الدولة ليس لديه، يعني حقيقة أنا أقول لهم الدولة اليوم لديها الشجاعة أن تقول أخطأنا هنا ونعدل هنا. فأنا بشكل عام نسير بشكل جيد بأيدي أمينة بعد الله. صناع القرار لدينا حقيقة يعملون ليل نهار. نحتاج حقيقة اليوم الثروة الوطنية أو ثروات الشعوب هم أبنائها، ركزوا في تخصصات. هذه الرؤية لابد أن يؤمن بها الجميع، ولا هناك رجعة ولا هناك فيها. إيماننا بهذه الرؤية وبهذه التوجهات لدينا هو مستقبلنا الاقتصادي.